اول شيء ممكن تقدم لنا نفسك؟ قدم نفسك والوظيفه تبعك. انا زيد عريضه من شركه روبيكون الاردنيه بالتعاون مع شركه اتصال السعوديه. بنشتغل على مشروع المحتوى الرقمي لوزاره التربيه والتعليم السعوديه. ان شاء الله هذا المشروع يقام على سنتين على 4 حلقات. الحلقه الاولى ان شاء الله تسلم في شهر 6، تضم الصف الاول والصف الرابع والاول المتوسط. المرحله الثانيه ان شاء الله في شهر 12 ميلادي تسلم في الصف الثاني الخامس والثاني المتوسط، والمرحله الثالثه للصف الثالث والسادس والثالث المتوسط ان شاء الله بتنتهي في شهر 6 ميلادي السنه 2014. والمرحله الاخيره هي نظام المقررات للمرحله الثانويه ان شاء الله. متى بدا التعاون هذا؟ التعاون العقود ان شاء الله بدات من قبل شهر ونص، واحنا في بدايه الانتاج بس جبنا حبينا نجيب عينه للمنتدى نورجيها المستثمرين. يعني هذه اول مره تشاركوا في هذا المعرض؟ نعم. تحت اسم الوزاره. تحت اسم الوزاره. نعم تمام. قلت لي المناهج من الصف الكم إلى الكم؟ المناهج هي من الصف الأول إلى الثالث المتوسط، والنظام والثانوي نظام المقررات إن شاء الله. راح تعملوها كلها كمناهج رقمية؟ ستكون مناهج رقمية تفاعلية إن شاء الله. راح يكون في 4500 إثراء داخل هذه المناهج من ضمن نظام محتوى إن شاء الله لكل هذه المناهج. بوابة الدخول راح تكون إن شاء الله عن طريق بوابة التطوير، وراح نستخدم نظام البيانات في برنامج نور للتعرف على المستخدمين. جميل جدا. كم المدة التقريبية لغاية ما تنتهوا من كل المناهج؟ هو إن شاء الله المدة التقريبية لكل المناهج إن شاء الله سنتين مشروع. سنتين ويكون نعم. كل الطلاب من أولى ابتدائي إلى ثالث متوسط قادرين أنهم يستخدموا المناهج الرقمية. نعم، وفي نهاية المشروع سوف يتم توزيع 5 ملايين قرص مدمج عليه كل المناهج بما فيها الإثراءات، فاللي ما بيكون عنده نت في داره إن شاء الله بيقدر يستخدم القرص المدمج. هل لهذه المناهج وجود على الموبايل فون؟ هذه المناهج سوف تشتغل على أي نظام إن شاء الله، نظام ويندوز بالنسبة لكل البراوزرز، راح تشتغل على الآيباد، على الآيفون، على الجالكسي، الأندرويد، جميعها. أنا أقصد من ناحية الأبليكيشن، يعني هل هيكون في أبليكيشن خاص ولا فقط من خلال براوزر يعني؟ والله إن شاء الله من خلال البراوزر. من خلال البراوزر. يعطيك العافية. شكرا لك. شرفنا.